على سلامتكم، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على لا سانتي انتيم، اللي هي الصحه الحميميه. بطبيعة الحال الصحه الحميميه تهم المراه وتهم ثلاثه فئات. اذا نحب سي جو شيماتيزي ان تي بو، ثلاثه فئات اللي هما حسب العمر نتاعهم باش يهتموا بالصحه الحميميه. نبداو بالنساء اللي هما اون اج دو بروكرياسيون، اللي بداو يجيبوا في الصغار. النساء هذم بحكم الغروسيس وبحكم الولاده يعطي اون بيرتورباسيون دي هرمون، دونك لو سيكل هرمونال باش يتغير. وبطبيعه الحال وقت اللي البيبي باش يتعدى بالفوا جينيتال باش يصير معناتها تمزق عضلي، وباش يصير زاده ترهل الفاجان اللي هو المهبل. هذه الفئه الاولى. الفئه الثانيه هو نساء انا بورت كلاج ينجم يصير لهم عفانا وعافاكم الله سرطان الثدي ولا سرطان الرحم، واللي الدواء نتاعو هو باش يكون شيميوثيرابي وباش يكون زاد دو هرمونوثيرابي. هذو مزوز راهم يعطيو سيشريس فاجينال، استدير الجفاف المهبلي، واللي قلق برشا برشا النساء خاصه في العلاقه الحميميه نتاعهم مع رجال مصاب دونك كوزي دي بروبليم دو كوبل. الفئه الثالثه هي النساء اللي وصلوا للمينوبوز، معناتها وفات عليهم العاده الشهريه. نعرفوا احنا اللي العاده الشهريه وقت اللي توفى هذاك سانونس اللي ما عادش فما دي هرمون، واللي هرمون وقت اللي ما عادش موجودين باش يصير بوكو بوكو دو شانجمون للمراه، خاصه التسرب البولي. دونك الاعراض هذوما باش نعمل لهم حوصله شنو هما الاعراض. التسرب البولي اللي نجم يكون حتى في سبور، ولا نجم يكون حتى وقت اللي المراه تكح، ولا المراه حتى كي تضحك مع صاحبتها تبدا خايفه لا تضحك باش ما يصيرلهاش تسرب بولي. ينجم يكون زاد الجفاف المهبلي، ينجم يكون الغلاشمو فاجينال اللي هو ليبوتوني فاجينال، واللي هو زاد الترهل المهبلي. والاكثر حاجه اللي تقلق زاد المراه واللي هي البير كاريمون لو كونترول دو سي موسكل بيرينيان، هو التمزق العضلي اللي قلنا في البلانشي بلفيان اللي نجم زاد نداويوه. دونك الكونساي نتاعي هو انه المراه كلك سوا لاج، اذا كان عندها سيني من السيني هذم علامه من العلامات هذم، ماذا بها تمشي للمختص، لانه فما حلول وفما علاجات ونجموا نحيو كومبليتمون معناتها لي سيني فونكسيونيل هذم. مرحبا بكم. Alors, on a ici Farhanine et l'Itawa. Il existe une plateforme complète qui s'intéresse à la femme et à la santé intime de la femme. Donc, cette plateforme, l'Empower RF, c'est une machine avec plusieurs pièces à main. C'est un protocole qui est produit par les gens qui ont été faits. Donc, les trois pièces à main sont dans la machine, je vais vous parler rapidement. البيسة مع الأولى هي تسمى تونافي، هذه ستون بيس ديليكتروميو ستيمولاسيون اللي باش تكبسلنا العضلات نتاع البلانشي بلفيان الكل. دونك المرأة تولي تتحكم أكثر في عضلاتها وتنحيلنا التسرب البولي خاصة. عندنا لا دوزيام بيسة مع اللي هي تتسمى لا فورمافي، هي ستون بيسة مع دو راديو فريكونس بيبولير. دونك ستون بيسة مع دو راديو فريكونس بيبولير اللي باش داويلنا الفاجان على 360 دوغري، على خاطر احنا كي نخدموا بها نخدموا دونك وندورو اون ميم طون. شنو باش تعمل لنا؟ باش تحسن لنا لا فاسكولاريزاسيون دو فاجان، باش تحسن لنا الجفاف المهبلي، وباش تحسن لنا زاده الموسكل ليس اللي ترخف بالولاده، دونك باش تكبسهولنا الموسكل ليس دو فاجان بيان ايفيدامون. لا ثوازيام بيس ا مان هي لا مورفيوس 8 في، سي سور نتوما راكم سمعتوا بالمورفيوس 8 نتاع الفيزاج، هذه في بارابور او فاجان فاجينا. دونك هذه فيها ابيري، الابيري هذوما فيهم de la radiofréquence fractionnée, يعني ذبذبات باش تمشي، وعبارة إلكتروكواغولاسيون دو فاجان باش جوستومون تداويلنا اك الجفاف هذاكا وتقويلنا زادا العضلات اي لي سيكريسيون فاجينال. دونك الماكينة هذي الامباور ار اف تتعمل على بليزيوغ حصص، اقل شيء يلزمنا نعملو 6 حصص. يلزمكم تعرفوا اللي ما فماش وجيعه يا با ديفيكسيون سوسيال، سيتادير المراه وقت اللي تعمل بروتوكول هذا ترجع تخدم على روحها وتعيش حياتها عادي ما فيها حتى مشكل.